السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي كسو دوادا جنال كينا جمال فيلو صاحبي الجنال كان وحن أفرني بلشوين انت صوماليات سودا دك أرديدا خوف وليبا وقونت صاحبة إني كفا إيستان صاحبي وحن إذن أغيسينا يا إنو حرمي أما إنو لماضيبا بروغرام كيني كوات اي كريتيكال ثينكين برنامج كاسي بلوبا بيزيك أرديجا أما قف لي بأخونت أصاحبة إنه فهمه بلوبا أساس كأي كرتك لكن قف كان لوجو بهني إنه أسير درسه وبارو حقا بدن بواق بدن وافيل بلا إنه أسير راديو إنترنت كأب بيبوحان قف كان لوجو بهني إنه بارو سيدو كلا توحان يكون بشارين يا موضوع لبات وارمين عن بلاونو موضوع عاسي وكلام معها موضوع عاسي وقصية قف لبا وأرضيها عن قف لبا أفكار صاحبة قف لبا أركتي وطو قربوا إنه وضعك كجبو سيابه وجد لها ماله ومر لها أخلاقيات كوا ذيك سلها طول كما إلى ما تيجوا استعمال لها وحياة بدنا كساعد لها بأن وقصيها موضوع عاسي وكلام معها وحلي هذا argumentation ضد وذاقة أما argumentis dooda doodu inta badan qofka Soomaaliga ah inta badan waxa laga yaabaa inta wax sida caadiga in arti qaldan laga haysto dood qofka markuu wax yar qof kale ku naqdiyo ama uu kala doodo inuu u fahmo wad murmeysa ama wad do ama waa iska doodeysa waxa caynka qofka inuu dhaho inta badan waxa aragnaa qof doodayo doodiisu ay tahay dood macquul ah akhlaaq ku dhisan hadana anay aan dhahno qofkani waa qof murmadan waa nooca haddana qofka sida caadiga method wuxuu isticmaalayaa dood caadiga oo akhlaaqiyad leh oo isticmaalaya marka si marka loo kala fahmo dood macna ay leedahay iyo sidoo kale in la fahmo toolka ama methodka la isticmaalo oo standardka caadiga ah iyo sidoo kale akhlaaqiyadka waxyaabaha ka reeban dooda qofka marka uu dood galo waxyaabaha ka reeban inuu isticmaalo iyo waxyaabaha muhiimka ah inuu isticmaalo إذا هو سلفا مدونا إن شاء الله. مركب موضوع عصي جود بانو overview كوم بانك بيحدونا إن شاء الله حلقة أيون خدونا عصيانه إلى إذن كيس وينو إذن هو ذاك دونا سيدوقف في عن وأنا سوق بيدونا سورس أما بوقت هذيك سنة إنه أدمهم وإن قفك وفهمه أصلاً ورسده. مركب إن شاء الله واو بالله بالله ويبس برنامج جديد أما برنامج إذن عربنا نتبينه ما نخدونا وحياه سيديب ليه. si qotor dheera la faafayo way ardayaal qofka laga rabo ardayahaadu ama qof waliba haado inuu si baaro oo raadiyo marka insha Allah tabayna way si doona ilaa idinkiis taala socda diyaar garow wacan insha Allah